السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الليلة عندنا مواضيع ثلاث نقاط إن شاء الله تعالى، أو ثلاث نقاط إن شاء الله تعالى لين نعطوفيهم وراء. كان يسوى علينا الليلة يعود معنا حد من أهله الأحزاب السياسية اليوم اللي عدلت هذه التظاهرة. أهلا وسهلا، مرحبا. إن شاء الله ندون نجبر لك دراجة إن شاء الله. والله والله ان شاء الله محمد، لحن شوي تحضر الناس، شوي الناس تحضر شوي ان شاء الله. جايهم ان شاء الله هم. اوكي، صوت واضح، صوت واضح ليزا، صوت واضح، صوت واضح شباب. بخير عبد محمد وعبد القادر، اهلا وسهلا، تحيات. الصوت واضح، اعطونا اخبار الصوت، كانوا واضح واضح. اوكي ممتاز. اولا موضوع الاول اللي قبله، احنا عندنا مجموعه من النقاط، هذه مجموعه من النقاط اللي نتكلموا عنها. اول شيء يتعلق باللي قالوا الفساد في موريتانيا، اللي قالوا الفساد هو موجود،
طبعا ما يحتاج الحد يقوله، مسألة أصبحت كثيرة لدرجة أنها تتحدث من أنفسها. شكرا محمد والعبد القادر. فساد أصبح هو من نفسه يشكل مؤسسات وحده، إن صح التعبير، نقدر نقوله عن الفساد من نفسه عاد يشكل واجهة. عندنا الدولة وعندنا السلطة عندنا السلطة وعندنا الشعب وعندنا الجغرافيا وعندنا مولي بالموازاة، عندنا اللي قالوا الفساد. نقرر اليوم عندنا مشكلتنا مع الفساد، ما هو عنه موجود، مشكلتنا عن الفساد عنك ما تقدر تتكلم عنه، معناه ان عندك لا مسألتين، معناه انك لا اما دور شيء مرتشي. وانا احيانا يضحكني انه اخذه من باب السخرية والتنكيت، لانه اليوم ما تقدر تقول عن في فساد في مؤسسة كذا، والله المؤسسة كذا فيها فساد كذا، لا وجاوك واحدين وقالوا لك لا معناه انك عندك مشكلة مع فلان، والله عندك تصفية حسابات مع فلان وفلان مستهدف. ويبدأ والناس توخى صور ويبدأ الحديث عنه ويبدأ يخرص لك انت اذا كان عندك مشكلة، اذا كان عندك رواية خاصة مرقوا لك. السوشيال ميديا حد قعد فيها وفتح الكاميرا ومرق وجهه، معناه انه وتلاقيه يتكلم عن الفساد، والله يتعدى الانتقاد والاشكال، معناه انه هو ما متاكد هو عنه ما في روايه من ناحيه انه فاسد والله كذا والله كذا. انا مثلا ماني محتاج مبرر. ثانيا الرد، انتهيت مالي الرد، خالي قاسم يا رواق يجي يطق اسمي، وراني طالب بعد من متابعين كاملين عنهم لا تو يطقوا اسمي في اي منشور في اي روايه. شنو يعني الرد لا على مؤسسه، الرد على وزير، الرد على جهة ذيك رسمية خاطبة نيبي، اللي هو اللي نتناول. أنا ما عندي تنكيت، ما عندي محتوى شعبوي نقدمه ونحتاج نرد على الأفراد، فهمت؟ أنا أني نينت الرد، لأن رد لا على الجهة ذيك هي كنت حدي خاطبة قانونيا وقد يواجهها، وهي ما قد تواجه هي هو وتتابعه، معناها خالق ياسر من الأمور. حد كامل تقاني في رواية سوية شني ما هي رسمية، معناه انه اطلبني نزيله من الصفحة، ومعناه انه ما هو مهتم بيها. ديفينتلي دي مثلا اختلفت عود واضحة، واحدين دائما يشكوا يقولوا لي انت حذرتنا وكذا، هذا واحد من الاسباب. اللي هو النقطة الثانية، نحن متكلمين عن الدولة ومؤسسات الدولة، ومتكلمين عن التسيير، ومتكلمين عن بنية الدولة وصيرورتها، ما أننا متكلمين عن فلان اسمه السفارة الموريتانية في مدريد، ما معناه أن سامين أسرته البية الفاضلة والله قايلين له الشيء. هذه المفهوم يا الله الناس ما اللي توفى منه لا تتعدلوا، لأن نتكلموا عن الشركة الوطنية المعادن سنين، ما أننا متكلمين عن ولد تليميدي والله ما معناه أنه موجهين له شيء، والله ضده بشيء، والله عندنا رواية مبيتة له، ما اللي يا الله الناس سوف منه. يا الله صوت موزين، أوكي Hold on a second، لا ينقل عني الكتيرات بشكل. وانه كلير. اوكي. معناها فصلوا مؤسسات الدولة مع الـ مع الـ مع التسمية الأسرية. الدولة ومؤسسات الدولة ومؤسسات الدولة، ما هو لاني نقبض فلان من دار على وزارة عاد تنقالها وزارة فلان ولا تحد قد يسميها، وحد انتقدها والله انتقد تسير فيها قال له انت معناه انك سامي فلان. فلان انا ما نعرفه الحمد لله، ولا قطي ويلو مثلا وجه لي شو، ولا قطي وجهت له شو، والصفحه من ساعه اللي بدت ما قط وجهت كلام الصفحه الشخصيه. هذا اللي قال له الصفقه اللي خلقت في سنين، روايه لا غبار عليها، ما ينفع فيها الترصاف، ولا ينفع فيها النفاق، ولا ينفع فيها شيء. روايه واضحه وثائقها كالقم كيف ليلة 14، ما فيه يعني انسيغنيفيكنت، مثلا الرواية ما يقابل للجدال ولا للنقاش، وهم اعترفوا بيها ومن انفسهم. خالق منشور عدلته وكالتك جوجت قال نقلا عن صحفي شنوف، قال عنه اتصل بمصدر وقال عنه ذكر له الصفقة مع شركة بوليده وقال عنها في نفس التاريخ، معناها فم قرار رسمي حسب ذا اللي ناشر ذا الموقع عن فم
اعتراف، وهذا هو بالضبط التاريخ اللي درست عنه. والرواية ما فجت موضوع ما ذل ما فات ما فات اكتمل، معناها ذلي قلنا شنو؟ نحن قلنا عن شركة تسنيم، عن هشرات قارب صغير، ذلي قلنا واضح ولا غبار عليه ولا هو استهداف ولا هو هجوم ولا هو شي خاسر. يا الموريتاني ويا المتابعين، لا تموني يوخر لكم حد رواية تحاولوا تكيفوها وتحاولوا تصنفوها وتحاولوا تديروا في شيء. حاولوا تتعاملوا مع الكونتنت اللي مقدمنا لكم من المحتوى وخرصوا. العاد صالح قولوا لي هذا صالح، والعاد خاسر قولوا لي هذا خاسر، وانت يالتك تراجع. وبالمناسبة انا هين الخالق عندي الاعتذار، وهين الخالق عندي نقول عنده ما هو صالح والاعتراف به. ماني مكابر ولاني شخص هجومي ولاني مصنف، انا ماني معارض ولاني موالي، ذي التصنيفات وفاو منها به اللي ماني فيها نهائيا. انا شخص في الوسط، والله احاول ان اكون في الوسط، وشكل من باب الانتقاد. ولاني اللي نكسب رواية ماني بي اللي قاعد في دولة بالقضاء عندها حال فمه ومنفصل وقفيض على رواقيج ما يكلفهم شيء، حد معدل رواية خاسرة سوى inside the country or outside the country، معناها العد في نقر الدولة والله خارجها، ذا واحد عندهم باري، معناها دور تنقبل وتحاكم وعدل لك ذاك وعدل، معناها اني ذا اللي نكتب مسؤول عنه، سواء على الشأن الإقليمي سواء في موريتانيا وسواء بخصوصيته. وتتواصل معايا مؤسسات كبيرة على مستوى إقليمي وعلى مستوى أوروبي وعلى مستوى وطني، مثلا المعلومات اللي نجيب ما صينها العجول بالتعبير المحلي، معناها ما هي قابلة للتشكيك. اللي ينفع فيها شنو؟ ينفع فيها حد يقبض رواية ضدها يقول لي بويا هذا اللي قلت خاسر بلي نحن راعينا هون عدلنا في النهار الفلاني كذا وكذا وكذا، وهذا اللي عدلت ما هو صالح. نرجع انا ونقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، هذا اللي عدلت انا خاسر ومعتبر عنه خاسر، ونبدأ ب ب ب بالاعتذار عنه. اوكي، معناها مسألة سهلة جدا ولا تكلفني شيء. معناها يالكم انتو ان هدفنا الاساسي عندنا هون شنو؟ ان نتكلموا عن الامور بشكل واضح. سنين شرات قوارب صغير، وهما نوعين من القوارب، خالق واحد منهم دوره يركب فيه القبطان اللي الموريتاني، ونين يعودوا جايين السفن اللي التجارية يركب فيها ويدخلوا فنقر بلد موريتا فنقر إيكاستي ويقض منه. وخالق نوع منهم ينتر بالحسانية، معناها عنده قوة هائلة على أنه جر السفن، معناها دي فاسون، معناها خالق واحد منهم يعود يعد ترانسبورتير، والآخر منهم ملي يعود يرامبوركي، معناها مثلا يعود يقد يجر القوارب. وذي اللي اشتراه موريتان لا يرفد الا رقاجين والله ثلاثة، وقصد منه يرفد القبطان لين السفينة ويركب في السفينة الأخرى ويدخل موريتان. هذا القارب مشري ب 425 ميل أورو، ما فيه كثر خيرك، من عند شركة بوليدة حسب الوثائق الموجودة عندنا، واضح. معناها ما هو ساويها بالحسانية، نفس المعايير في قارب أكبر منه يعدل الخدمات ثنتين، يرفض القبطان وينتر اللي هو هون بخمسين ألف وستين ألف، واضح. هو مشري بأربعمية وخمسة وعشرين ألف، خمسة وعشرين ألف أورو أبابري دو دو مليون دو ديسان مليون أوقيا. هذا العاد فساد قولوا انه فساد، العاد مولي ما هو فساد قولوا انه ما هو فساد، هاي رواية واضحة مذنن ما ينفع فيها. هذه من ناحية جيت الصفقة وقبضوا ذي الرواية وطرحوها، لكن من ذلك ينين نجبروا روموركير، نعم روموركير، شكرا عبد الحي، معناها روموركير قارب ترانسبورتير وروموركير، خالق واحدة منهم روموركير وترانسبورتير في نفس الوقت، وخالق واحدة منهم لا روموركير وخالق واحدة منها ترانسبورتير. اللي شراهما صغير، لا حد يرفض القبطان إلين هذا ويعود يدخل هو من خلال السفينة. مشري ب 425 ميل دورو أبابريو دو 200 مليون أوغيا.
وذي القارب في الخارج في أوروبا أوكازيون هون في بريطانيا ب 90,000 باوند 90,000 باوند معناها 90,000 باوند كلمتهم الأولى فيه معناها قلت حد يجبره ب 60,000 قلت حد يجبره ب 50,000 اللي هو أقل من هذا المبلغ مرات ويعود روموركير ويعود ترانسبورتير واضح هو هذا من ناحية الشراء الخطأ القانوني الأخر شنه السؤال لماذا السيدة غابرييل غارسيا هي اللي موقعة عن جانب سنيم واعترفت شركة سنيم عن طريق الشنوف حسب ما كتب أنها تتعامل مع بوليدا وبدأوا يقولوا أنه بوليدا أنها شركة كبيرة أوكي نحن بالنسبة لي أنا متعامل مع هذه الفرع منها اللي يعني طنجة قطع أنه راس ماله حسب الكاتبين في الوثائق الرسمية 500 مليون 500 ألف نو 5 مليون دورو هذا هو نو 500 ألف أورو هي راس مال الطرف اللي في نقر طنجة سيدة غارسيا هذه علاش تشري باسم الشركة الوطنية الموريتانية سنيم أليس سنيم عندها مكتب ينقال له مكتب قسم المشتريات وهو اللي يلا نتعود سنيم بقاش تفروا والله أي مؤسسة يعني هاي مسائل ينبغي ندركها كل رقاش نتعود سنيم باغية تشري كاس قهوة تعيط للجنة الصفقات نقول لهم والله نحن يا سادة محتاجين كاس قهوة تقعد لجنة الصفقات تقوم المنتج كيف سعره في الأسواق وشو عندنا الفضة اللي متاحة لهذا البرودكت وش له يعدل لنا أوكي هذا صحيح يحيلوا شر اللجنة قسم المشتريات ويبدأ بعملية البروسس ياك يشري هذا هو اللي معدل له قسم المشتريات الخاص بالمبيعات بالشركة لماذا نلجأ كشركة والله كمؤسسة لمكتب تجاري outside the country خارج الدولة ونعود ونخلصوا شمل فضاء يشري لنا قارب والله مرجن والله يكدوا والله whatever علاش نحتاجوا له به اللي يشارجينا ياسر من الفضاء ثانيا اللي يعودوا فيه دي كوميسيون خرين ما نعرفوا شنو هما مثلا ما عندنا مسألة الجارانتي اللي هو الضمان الحقيقي لهذا المنتج اللي له ينشره بالتالي مكاتب الخبرة ومكاتب الدراسات الخارجية اللي تستعان بها موريتانيا كثيرا ناتج المسألة واحدة أولا أنه فقدان الثقة في أنه نحن ما عندنا خبراء يا إخوان هذه الدولة ما هي مسؤولية غزواني شخص واحد يكتتب شمل الوزراء يكتتبهم يوفق في اكتتابهم يكتتبهم فساد سموه ما شئتم ولكن هذه مسؤوليتكم كاملين مسؤولية أي مواطن كل حد مسؤوليته من تجاهه إنين يشوف رواية خاسرة يدافع عنها وإنين يشوف رواية انكشفت له يدافع عن الحق ويخلي عنه مسألة الشخص أنا والأفراد مثلا ما أنا ما ضرني شيء مثلا إلى قفلت فيسبوك وخليت الأمور وحلت أنا في أمور اللي نبقي وشان الفريق وحلت في حالته وخليت عني شان محلي مثلا ما يضرتني برواية سويشن ولكن نفس الوقت هذه اعتبرها مسؤولية وطنية وإنسان ما عارفه واللي يعرف كامل يلا أول حد يستفاد منه قبل ما يستفاد منه جهات يستفاد منه بلده معناها شنو؟ معناها يلا هذا قسم المشتريات يشتري شنو هو؟ القانون محرم أنك تشتري خارج قسم المشتريات السؤال باعتراف منهم هما من أنفسهم حسب ذلك كتب شنو فعنهم اعترفوا أنهم تعاملوا مع مكتب خبرات إذن المساءلة القانونية تطال مكتب المشتريات اللي في سنيم لأنه سمح بمرور صفقة يعملوا قوير بسقير يعملوا لا كاس خارج الإطار القانوني المسموح به مسألة أخرى فيه اعتراف بالسعر أو السبب اللي نقوله نحن عن علاش يعود فيه مبالغة بالسعر لأن مكتب الرئاسة انتم لا تنسوا احنا ذو النهارات كان مكتب الرئاسة مستعان ب مكتب الرئاسة الموريتانية استعانت بمكتب خارجي في اخبار قضية بي بي وبعد الدراسة والبحث تأكد مما لا يدع مجال للشك أن هناك نفخ في الفواتير إذا قالتوا للرئاسة الموريتانية ما من المكتب اللي استعان به هناك قضية فكاتير بي بي علاش ما نعودوا نحن قدام نفس الحالة معناها نحن هون مسؤولين مدير محترم
مسؤولين جهة محترمة من باب العاد ما فهم وصاية على المعلومات، والعاد ما فهم وصاية على الحديث عن الفساد، العاد عليه وصاية كيف الوصاية على الأمور الأخرى قولوها نير وآخر، والعاد مشروع تساؤل وإتاحة المعلومات للناس توضيحهم واللي ينطلب رواية بسيطة، ولا ما اعتبروا مدى هجوم ولا تعتبروا رواية خسرة، إذا اعتبروه في إطار الإصلاح واعتبروا رواية. معناها رواية إذا هي الخلل فيها من جهتين، واحدة مشتري قارب شيء ياسر من الفضاء ما يساوي إذا القارب 20,000 و30,000 هو ما رو ماركة، هو لا حد أنه ترانسبورتير، هو لا قارب النقل ينقل لا رقاجي من الله بلادي، ولا يساوي 425,000 هذه دعام ددي مشتري عن طريق خارج قطاع المشتريات اللي يا الله يشتري عنده، شنو هو السبب وتو شنو هو المعايير اللي اعتمدت، اتفهم امور جاهلين نحن وتوضح الشركه وتوفى المرده، ولا فهم شيء خاسر ولا فهم اساءه ولا فهم ضيقه ولا فهم تهجم ولا فهم استهداف تريميدي محترم ولا اي حد اخر. هذه مؤسسات للدوله الموريتانيه، وذا حق طبيعي، وذا شيء روايته مده تجاوبه والله ما لي العاد اللي قلنا احنا من المعلومات مغلوطه وخاسر ولا وصالح، يقول ما اللي حد في بيان عنه ما وصالح والمعايير طبقت كذاش كذاش وعن اشترات اصلا خلق ما وكذاش ويتبرون سمعونا وفاونا ويقولون احترفوا ما اللي نحن عنا كنا معدل من خطأ بوين على فينال من رواية اخرى وفينا من دلوين لينجو الموضوع اخر يتعلق بالحدود المالية. قلت لكم راعيني متبارك مع قضية مالي، قلت لكم نهار هون عن قضية فاغنر فيكم زمن ما سمعتوها، في تعليمات جاءت للفاغنر عنها تبتعد عن موريتان، تبتعد عن حدودها خصوصا بعد المناورات، وقلت لكم اللي له هي 4 أيام والله 5 قلت لكم الدور تعطون نهارات ما سمعتوا فاغنر دخلت، احنا كنا لاني نعطون نهارين والله لاذين قال لكم فاغنر راهم قدوا تسمعوا الجيش يقال ماكم اللي تسمعوا فاغنر، لان جاتها اوامر عنها تدخل في الوسط المالي وتتجلى، قال هذا لا يعني انها ما يلي تعود في حال انه كان هناك توتر والله في حال انه تغير البلان، معناها الحكومه يمكن ان تاخذ فكره معينه خطه وتطبقها بعد اسبوع والله اثنين ثم يتغير الاستراتيجيه حسب المعطيات الحاليه جوسكا بريزون عن فاغنر ابتعدت عن الحدود الموريتانيه الشرقيه. اوكي يقال في مشكله متينه في مشكلة التفاهمات الجغرافية وتكلمت عنها سابق، يتكلم عنها وزير الداخلية وقلت لكم عن التماس الجغرافي فيه مدن في العمق المالي هما مدن موريتانية بالpopulation معناها بالسكان اللي ساكن الشعب الساكن فيها وبالمؤسسات اللي فيها من إذا كان نقطة صحية إذا كان مؤسسات تعليم إذا كان whatever اللي فيها كامل هذا الموريتان وفيها عالم موريتان وإداريا تابعين الموريتان وفيهم قال هذه المدن صراحة هما مدن مالية وفيهم وحدات المدينة اللي جاوب الناس قبيل لها 50 سنة تحت الإدارة الموريتانية جاوب قبيل وقالوا إن نجشرتهم وقالوا إن عيطوا المدير وسولوا غير ما عدلوا شي خاسر إلا استجوبوا وسولوا عن الوثائق وذي الأمور ذي. اوكي معناها شنو؟ معناها وزير الداخليه ما كان رجل دوله، يعني انا شخصيا لاحظت عليه انه تناول الموضوع من ناحيه الدعايه الانتخابيه والدعايه السياسيه، وهو من المفروض انه لا يذهب الى عبد البقرو، مفروض يذهب الى هذه المدن اللي في العمق المالي ويطالب السكان فيها بالعوده، وما زلت نحث على انه السفارة الموريتانية في باماكو والعاملين الدبلوماسيين في باماكو يجب أن يواصلوا جسور المد في المواطنين الموريتانيين اللي يريدون العودة إلى موريتانيا بتسهيلهم. يجب أيضا أن يتم التشاور التواصل مع الحكومة المالية، الحكومة الموريتانية تتواصل مع الحكومة المالية ويقولوا لهم تعالوا له أعطونا نتفاهموا على حدود جغرافية مؤقتة حتى أنتوا تقرروا أنكم تسيطروا على دولتكم، تسيطروا عليها من ناحية الأمنية، من ناحية تخلوا فاغنر، تخلوا أمورها، لأن نحن نقدر نتعامل معاكم أنتم
ويتعاملوا مع حدود جغرافية مؤقتة حتى تنجلي مشكلة الأزمة الأمنية، وبعدها رانا نعرف إذا اللي نعدلوا، لأن ليتم كل وقت من وقت لحين لآخر راهي رايت موريتان ونقزت، وراه هو مدير المدرسة الفلانية انصاع، وهذا ليتم كل يوم فيكم أيام تسمعوا لي أنهم هما بادئين بقضية مسح جغرافي لحدودهم، ويعتبروا عن ياسر من مدنهم أنها مثلا في الحوزة الترابية الموريتانية، وهذا التفكير جفير احتمالية دخول صراع مع موريتانيا في فنون القيد الصراع. عندما تكون هناك صراع دولة مع دولة، أنا أتصارع معك، لا بد أن نعود نعرف الإسباس اللي يلا نحرك فيه، يلا نعود نعرف حدودي الجغرافية شنهي، منين اللي نستالي، منين اللي ندير صواريخي وكذا وكذا. الأمور هذه يتم التفكير فيها للبعد الجغرافي بالملي اللي نعود فان فيه توتر به اللي نقدر ندخل معاك حرب. قبل في فترة السلام في فترة الأمور لا إشكال ولا غضاضة في ذلك، يمكن أن تبقى مسألة التفاهم بالموريتانيين المقيمين في مالي والماليين المقيمين في موريتانيا، فهناك لا ننكر أن الشعب إخوة، لا ننكر أنه في كثير من التماسك الجغرافي والديني والثقافي والتجاري ورفع unlimited. يقر الآن مسألة حساسة تتعلق بالأمن، يجب على الدولة الموريتانية أنها لا تكتفي بمسألة المناورات. عملت مناورات كان استعراض جيد، ولكن هذا ليس كل شيء. ما هي الستبس القادمة؟ الخطوات القادمة شنو هما؟ يلا مواطنين اللي يبقوا يجوا لموريتانيا يلا يجوا، يلا تم التشاور مع الجانب المالي في توسيع دائرة نقاط الجغرافية اللي يلا للكم نعطوها لكم، نقبضوا علامنا، نعيطوا المدير مدرستنا، نعيطوا لتلاميذنا وندخلهم في موريتانيا ونأمنوا مواطنين. مسألة تأمين مواطنين ضرورة قانونية، ضرورة دستورية، ضرورة حضارية، ضرورة إدارية. معناها لا بد من تأمين المواطن. دجاجة موريتانية في العمق المالي يجب أن تحظى بالأمن وفق الدستور وفق القانون. ما اكتتب الجيش، ما كان هناك كيان للدولة إلا لتحمي كل ما يتعلق بموريتانيا. وإذا كان هناك مشكلة في الجغرافيا ندخل مواطنينا عندنا حتى تهدأ الأمور. أتمنى نعود نقطة مالي وضاحت. لينجس مسألة أخرى تتعلق مسألة الترشحات، والعاد في مواضيع أخرى والله أسئلة بإمكانكم تخلون في الكومنت نعود نجاوب عليهم. الرئيس محمد والشيخ الغزواني عازم على مأمورية ثانية، وطبيعة الحال قلت لكم له زمن زمن مقابلة لا فيجارو، ما كانكم أستم تذكرينه، ياسر منكم ما عنده حتى ذاكرة جيدة. قلت لكم أن غزواني عنه لا يترشح، أن مسألة ترشحه المأمورية الثانية عنها مسألة لا تحتاج إلى عبقرية، وعنها مسألة بحكم التقليد. اللي يعرف السياسة، اللي يفهم موريتاني، اللي يفهم النظام الموريتاني ويعرف كيف تشكل منذ العام 1978 يجب أن لا يكون ساذجا في مسألة المأمورية الثانية، فهي واقع. يعني أنا آسف أني أقول لكم أنها واقع، ولكنها واقع. هذا الواقع ما معناه أننا نستسلم ونقول والله بتنا ننتظر حلول السماء وانقطعت حلول الأرض. لا، يجب أن نصارع ونتعامل مع الواقع وفق ما هو وفق المعطيات. أنا لا أريد الاستسلام، ولست من الذين يريدون دائما الركون إلى دائرة التشاؤم ودائرة الاستسلام. أريد أن أقاتل ما دام هناك أي بصيص، ونتعامل مع الواقع مهما كان ذلك الواقع مساحته شاسعة أم ضئيلة. مسألة ترشح غزواني هي مسألة وقت. فمن التقليدي جدا والمعروف أن النظام الموريتاني ما يقدر يقل عن 10 سنوات، مأموريتين متتاليتين لابد منهم. خرصوا فكرة هل في مأمورية ثالثة؟ هل نعمل مثلا على تغيير الدستور؟ يعني فكروا في المستقبل أكثر. يعني هذه المسائل حاليا مسائل محسومة بحكم التقليد وبحكم العرف بين المزدوجتين. لكن سؤال مهم، the main questions، هل غزواني قادر فعلا على التغلب على الأخطاء التي اتسمت بها المأمورية الأولى إلى المأمورية الثانية؟ هل سنعيش نفس الضنك ونفس الدائرة العوز
والمصقبة اللي عشناها في المأمورية الأولى سنعيشها في المأمورية الثانية، والله احتمال كبير، والله احتمال كبير هذا الوزراء اللي عندنا حالا سيذهبون عبر سفينة تبحر بهم من المأمورية الأولى التي انقضت إلى المأمورية الثانية. هذا أيضا موضوع معروف. نحن لدينا مشكلة أخرى أيضا تتعلق باش تتعلق بصرمدية المناصب، لأنها في مناصب صرمدية تبقى عند الأشخاص، لكن هذا ينبغي دائما التعامل معه وفق الآليات اللي موجودة. معناها شنو؟ معناها الأحزاب السياسية الحالية اللي معارضة يلا نحن نتكاتفوا معها ويلا نطالبوا الحكومة، وهذا من مصلحة النظام، فتح التعددية، إفساح المجال للترشحات. ينبغي أن لا يكون هناك تحجير على مسألة الترشح مهما كان الحزب الحاكم له فائض من المستشارين ومن العمد، وأنه منح غزواني 205 عمدة تقريبا على سبيل المثال، وهو الآن يحجر الترشحات. بحكم الواقع يا الله يفسح المجال لتعود من انتخابات فيها طعم المنافسة، فيها طعم الصراع السياسي وفق آليات قانونية دستورية تكفل الجميع. ليش؟ لأن الدولة الحالية، لأنه غزواني والنظام وعمق الدولة مهما كانوا هؤلاء خائفون جدا، مهما كان هؤلاء خائفين جدا من مسألة أنه يتم الانتكاسة بهم والنكد بهم أو يحدث تغيير، يجب أن يكون خوفهم أكثر على الدولة الموريتانية في ظل الصراع الحالي. خصوصا هناك صراع محتمل إقليمي بين بنين والنيجر فيما يتعلق بإمدادات المحروقات بين الدولتين. هناك أيضا توجه لإكواس في إنشاء مشروع عسكري جديد لمحاربة الإرهاب. لا زال الإرهاب موجود ومنتشر في مناطق شاسعة إقليميا حدوديا. هناك مشكلة مع مالي لم تحل بعد، لدينا ما زالت أزمة مع مالي. هناك ما يمكن أن يكون مشكلة مع السنغال فيما يتعلق بمسألة الصيد، مسألة الصيد اللي متعلقة بالصيادين التقليديين اللي دائما يتكلموا ودائما يبطوا في الحدود بين الدولتين. هذه كلها تهديدات، هذه كلها تهديدات وأخطار عندها عمق على الأمن القومي والدولة. ويلا عود غزواني حريص على هذه النقطة، ويحاول أنه ما يكون في صراع داخلي، ويحاول أنه ما يكون في أزمات سياسية داخلية، يفتح التعددية الأحزاب ويدع هؤلاء يشاركون. لأنه بحكم الواقع، بحكم ماي سني الجميلة، سني ماي حسب ما البرونسيشن اللي يقول رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات اللي يقول سني ماي، أعتقد من معه سني ماي ومرادفات سني ماي لا يخشى من أن يترشح على الشيخ والأمامة، لا يخشى من يترشح محمد نور الدين ومحمد، ولا يخشى أن يترشح ولسيديا وغير ولسيديا. فأنت لديك سني ماي، ومن لديه سني ماي لديه كل شيء. وبالتالي يجب أن نكون حريص جدا على الدولة، صيرورة الدولة، الأمن الداخلي، عدم وجود احتقان سياسي داخلي يمكن أن يستغل من الجيران، يمكن أن يكون مطية أيضا لاستفزازات أخرى على المستوى الإقليمي. لأن الدول لا تبحث فقط عن نقاط ضعف في البعد العسكري وفيما يتعلق، تبحث أيضا عن نقاط توتر داخل الدولة إن كانت هناك داخل الدولة، خصوصا أن موريتانيا يمكن أن يكون فيها لديها هاجس فيما يتعلق بالعبودية. ولا تنسوا تصريحات المكلف بمهمة في ديوان رئيس الوزراء المالي، ماذا قال؟ قال والله عار وعيب على بشير جماي فاي الذي يقرر زيارة موريتانيا وزيارة غزواني هذه الدولة العبودية العنصرية التي تسترق الإنسان وكذا وكذا وكذا، وبدأ يشتم وبدأ يكيل لها كيل من الاتهامات لها أول وليس لها آخر. بالتالي يجب أن يكون غزواني حكيم جدا ويدرك أنه مهما كان هناك إشكال ومهما كنا معارضين، هناك قدسية للوطن، هناك الحفاظ على الوطن، وهناك أمور فوق المصلحة وفوق المنصب وفوق كل شيء، وهي الأمن الداخلي. خصوصا أننا نشكل همزة وصل في نقطة ساخنة جدا وفي منطقة ملتهبة جدا، وخصوصا أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا تبحثان عن تموقع جديد في ظل دحرهما وطردهما بالبطاقة الحمراء من منطقة الساحل الإفريقي. أتمنى أن تكون هذه الإجابات واضحة على هذه النقاط، وإن شاء الله ألتقي بكم في نقاط أخرى، مواضيع
أخرى. السلام عليكم ورحمة الله.